يعاني الطلاب من خطورة العبور من فوق أحد الجسور بسبب تهالكه دون أن تقوم الحكومة المحلية بإصلاح الجسر أو إنشاء جسر جديد. الأهالي يناشدون الحكومة المحلية القيام بإصلاحه قبل أن يتسبب بكارثة إنسانية. كذلك أحد المواطنين مواطنين محافظة المثنى صور المقطع التالي أثناء عبور الأطفال من فوق هذا الجسر وقال إن بعض شبان المنطقة يتطوعون ويقفون يوميا في الصباح الباكر للإطمئنان على عبور الطلاب الأطفال وكذلك بعد الظهر أثناء انتهاء الدوام المدرسي. دعونا نتابع هذا المقطع. طالع حيدر الحمداني بتصوير هذا الجسر، الله شاهد مدرسة الطلاب، يعني يومية واقع طفل، وهاي احنا واقفين هنا الصبح الساعة بالستة الصبح والظهر الساعة لحد الوحدة نعبر بيهم، الله شاهد. ثانيا عندنا مستوصف، ثانيا بوري مال الماي هذا، الله شاهد هذا البوري مال الماي، شوف صاير بالبوري. نناشد الأخ حيدر الحمداني، باعون لها الاطفال، ما اريد من باعون انه بعد، شوف الحديده شلون هاي يعني منتهيه، يعني والله العظيم منتهيه.